اس كي اس كي اس كي اس كي اس كي. اه لكل الناس اللي لسه بتتلخبط في نطق حرف السي في الانجليش ومش عارفه امتى تنطقه ساوند او كي ساوند، انا معاكم محمد سعيد من كرييتيف اونلاين كورسز، وفي الفيديو ده هعرفكم ازاي تنطقوا حرف السي من غير ما تتلخبطوا في نطقه سواء ساوند او كي ساوند. خليكم معايا. خلينا نتفق في الاول ان في حاجه في الانجليش اسمها the letter و the letter sound، يعني الحرف وصوت الحرف، وده في الانجليش معناه ان مش كل حرف انت بتقراه فده صوته فعلا. يعني مثلا لو خدنا حرف زي حرف ال h، حرف زي حرف ال h هو اسمه حرف h، this is the letter of h، لكن لو جينا ننطقه في اي كلمه في الانجليش هيدينا صوت تاني خالص، وهو الصوت زي حرف ال h كده في العربي، وده في words كتير في الانجليش زي horse و honey وكلمات تانية كتير. اما بالنسبه بقى لحرف السي، فحرف السي مختلف شويه. حرف السي في الانجليش ليه نطقين اتنين، يا اما يتنطق ساوند او ك ساوند. طب امتى ننطقه ساوند وامتى ننطقه ك ساوند؟ طبعا ممكن حد يقول لي اه ده الموضوع بسيط جدا، ممكن انطقه ك ساوند لما يجي بعد كونسونانت، ممكن انطقه ساوند لما يجي بعد فاول او فايس فيرسا. طبعا الموضوع ملوش علاقه خالص لا بالكونسونانت ولا بالفاول في الانجليش. حرف السي ممكن يتنطق ساوند لو جه بعديه بس ثلاث حروف في الانجليش، هما حرف الواي وحرف الاي حرف الاي، ودول جمعناهم في اكسبريشن او فريز بتقول cycle in city center، cycle in city center. يبقى حرف سي يتنطق ساوند لو جه بعديه واي اي اور اي. اما لو جه بعد حرف سي اي حرف تاني غير الثلاث حروف اللي هم الاي والاي والواي على طول يتنطق ك ساوند، ده في كلمات كتير في الانجليش زي كالندر وكاستيومز وكمان بيكنيك. واوضح مثال كمان على حرف سي لما يتنطق ساوند او ك ساوند هي كلمه سيركل. لو بصينا في كلمة سيركل هنلاقي فيها حرفين سي، حرف منهم اتنطق ساوند وحرف منهم اتنطق ك ساوند. طبعا واضح جدا اللي اتنطق ساوند جه بعديه اي ليتر، اما اللي اتنطق ك ساوند فجه بعديه ال ليتر. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة وتعرفنا على نطق حرف السي في الانجليش وازاي ننطقه او امتى ننطقه ساوند او ك ساوند. لو عجبكم الفيديو وحسيتوا ان انتوا استفدتوا حاجة جديدة النهاردة، ياريت نعمل لايك وشير للفيديو، كمان تقدروا تتابعونا على Creative Online Courses علشان تقدروا تتفرجوا على كل فيديوهاتنا اللي جاية وكمان تتابعوا فيديوهاتنا اللي فاتت. That's all for now. Thank you for watching. Happy study. Bye.